بيك مصيره وكل ناس نوح بابنا وصيف. يعيشك يا وش نشتيوك يا اخ لطفي. ربي يخليك تحبك الجنه تحبك الجنه. والله غير ضل تحكي لي تقول لي يكون عندي ولد كما هو ما شاء الله. ربي يحفظها ان شاء الله يا ربي. ربي يخليها لك ان شاء الله يا رب. ربي يخليها لك. ربي يخليك حبيبتي شكرا. يعيشك ربي يحفظك. حابه نسال الاستاذ هذا. تفضلي راه معك الاستاذ بنتي فور. عادي مطلقه وعندها زوج اولاد. وحابه تتزوج بواحد دي غير الفاتحه. باسكو خايفه راجلها الى ينحي لها النفاق، يقدر ينحي لها النفاق كي تتزوج بالفاتحه ولا لا؟ عندها اختها مطلقه وعندها زوج اولاد. ايوه. وحابه تعاود تتزوج بالفاتحه خوفا من الزواج الرسمي اللي ينحي لها النفقه. قالت لك بالفاتحه ينحي لها النفقه ولا لا؟ رانا ولينا التحايل. اذا هذا هو سؤالك. هذا هو سؤالك. هذا هو. راح تسمعي الاجابه. راح تلقاي الاجابه وبقاي تبعي في برنامجنا. تحيه كبيره ليك ولكم الناس نام الصيف. شكرا ربي يخليك. شكرا ربي يخليك. نعم. تفضل. الاجابه على هذا السؤال احنا كنا تناولنا في مواضيع آنفة وسابقة حضانة. الحضانة قلنا أي زواج للزوجة المستكلفة ولا بهذه الحضانة تقوم بزواج برجل أجنبي على العائلة تاعها وعلى الأشخاص اللي من حقهم الكفالة بهذا الشخص بهذه الأطفال أقول يعني تروح لها الحضانة بصفة آلية يعني بمحتوى القوانين الجزائرية. أما فيما يخص هذه النقطة اللي وضحتها الأخت الكريمة السائلة أقول عندها هذا يعتبر احتيال احتيال قانوني احتيال على القانون احتيال على القانون أقول يعني هذا من أسباب أقول كثرة الزواج العرفي في الجزائر. هذا سبب من أسباب زواج العرفي في الجزائر. هي حتزوج بالفاتحة حتى لا يعلم الجميع بزواجها بشخص أجنبي وبالتالي سوف تسقط عنها الحضانة. فهمت الإشكال هنا الأخ لطفي الأخت إيمان؟ يعني هنا إشكالات كبيرة جدا. أنا نقولها يعني بطبيعة الحال بالزواج بالفاتحة حسب ما هو متداول عندكم وحسب ما هو معروف عرفا يعني مش راح يسقط لك الحضانة تاع الأبناء تاعك إلا إذا تبت هذا الزواج بعقد مدني لدى الموثق أو الحالة المدنية في البلد. لازم عقد مدني. أكيد. وإذا قدر ربما طليقها أنه يثبت تواجد رجل ماكث معها في البيت ومع أبنائها. هذه والله غير إشكال كبير. هذا قلت لك لي حق له تثبيت هذا الزواج وشنو هو؟ الزوج والزوجة. الزوج والزوجة هما اللي عندهم الحق لتثبيت هذا الطلاق هذا الزواج أقول لدى المصالح المختصة أي لدى القاضي المختص لدى شؤون الأسرة. ما عدا هذا ما عندوش آليات باش يثبت أنه هذا الزوج راهو زوجها على أرض الواقع. هما راهم دايرين هذا الشيء بالأساس يعني حيلة اهتدوا بها حتى لا تضيع منها حقوق وكفالة هذا الأبناء.